أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من حصة منشات التي كنا استضفنا في الجزء الأول الأستاذ الدكتور نور الدين بكيس، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر. تكلمنا في الجزء الأول عن الوضع الحالي سياسيا واجتماعيا، وكيف يعني نوعا ما عاد الوضع على ما كان عليه تقريبا منذ 2018 وما قبلها. في هذا الجزء الثاني نتحدث عن تعامل الجزائريين مع الأزمة الصحية من الناحية السوسيولوجية، كيف كان لذكائهم الاجتماعي دور، وكيف أيضا كانت القيم، كيف للقيم كان للقيم الاجتماعية الموروثة أيضا دور إيجابي أو سلبي في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وأيضا تأثر الجزائريين بالإعلام العالمي وبتضارب الآراء وبتضارب أيضا المعطيات التي تقدم يوميا وبزخم كبير حول انتشار هذا الفيروس الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. مرحبا بك أستاذ الدكتور نور الدين بكيس مرة أخرى معنا، ونواصل كما قلت منذ قليل الحديث كما بدأناه في الجزء الأول. فاجأنا فيروس كورونا في مارس تقريبا، بداية مارس كما فاجأ العالم كله، فوجدنا غير مستعدين أو لنقول غير مؤهلين لمواجهة هذا الفيروس من ناحية السياسية، من ناحية المؤسساتية، من الناحية الاجتماعية كذلك. بعد تجربة من 15 أشهر أو 6 أشهر، هل يمكننا أن القول بأننا اكتسبنا يعني آليات لمواجهة الفيروس، أم أن الفيروس تمكن منا واستسلمنا له كما نرى مع تصاعد عدد الإصابات؟ نظن أقرب للتشخيص الاستسلام، سواء على مستوى مؤسسة الدولة والله على المواطن، لأنه هي كانت الفرصة في البداية. في البداية بك المجتمعات تكون مصدومة، حالة صدمة، حالة تكون هناك نوع من الخوف مجهول، يمكن تمرير الكثير من الإجراءات. مثلا تم كيكون حجر، وكان تم ممارسة، وكان فيه استعداد نوعا ما للمواطنين، استعداد لأنه شيء مجهول وعالمي. كان المفروض ممارسة حجر حقيقي، حجر حقيقي وليس نصف حجر. تم السلطات كانت أعجز من أنها تدير حجر حقيقي، وبالتالي ضيعنا الفرصة الأولى، ده فرصة محاصرة الوباء. كان في تجربة مثلا في الصين وفي فيتنام مثلا وفي كوريا الجنوبية، أين الحجر كان جدي استطاع أن يحدث نقلة نوعية بحيث أن الفيروس تقريبا وصل إلى نسب تقترب من الصفر، يعني صحيح من الانتشار. كان يمكن، وكان هذا هو المبتغى في البداية في مارس لما أعلن الحجر الصحي على في قطاع كبير من المجتمع، كان الهدف المعلن على الأقل هو القضاء على الفيروس. هو المشكل كي يجيك الوباء، كي يجيك الأزمة، عادة ما جتش في فضاء فارغ، جت في فضاء كان مملوء باش مشغول بأزمة سياسية، نعم، بأزمة اقتصادية إلى حد ما، وبالتالي جت في بيئة بعد وش ده الفيروس والجائحة تغدات من الأوضاع. أول شيء اللي صارت هو تسييس الفيروس، هو تسييس الوباء، هو التوظيف السياسي للوباء، ودخلنا في الحكايات تاع مؤامرات وأشياء والنظام يستغل فيه والتضييق. دخلنا هذه فقدت القدرة على مقاومة الجائحة، لأنه دخلنا يعني الشكل، يعني عكس مثلا ما حدث في الصين، إن هناك نظام سياسي مستقر مثل كوريا الجنوبية أيضا وفيتنام، يعني تشهد مناخ سياسي مستقر، ليس فيه مرحلة انتقالية أو ليس فيه يعني تشكيك أو ليس فيه أزمة شرعية إلى غير ذلك. في الجزائر كما ذكرت الوضع كان متذبذب نوعا ما، وفيه أيضا شرخ بين الحاكم والمحكوم، لنقول صراحة صح. وكان التهمة أنه نظام عاجز،
تهمة المعترضين أنه النظام عاجز، وتهمة النظام بالنسبة للآخرين الجزء منهم أنهم غير مبالين ولا يفكرون في مستقبل الجزائر إلى آخره، وبالتالي ثبتت التهمة على جزء على طرفين في ظرف قياسي يعني. من جهة شوف متى نأخذ مثال، فرنسا قعدت مدة أشهر وهي تتردد فكرة إلزام فرض ارتداء الكمامة يعني في الأماكن المغلقة إلى آخره، لأنه تخاف أنها تفرض إجراء أنها تقرر إجراء وما تقدرش تفرضه، لأنه في مصداقية مؤسسة صعوبة للمراقبة. اليوم في الجزائر شغل تفنت مؤسسات الدولة في إقرار قرارات وعدم القدرة على تطبيقها. اليوم جزء كبير من الجزائريين عارفوا قرارات اتخذت تم التراجع عليها بعد أيام فقط، أكيد مثلا فتح طيبة. كان فيه فتح للمحلات التجارية وغلق في نفس ثم الأسبوع ثم أغلقت في لا حاليا منع التنقل من بين الولايات والجزائريين يتنقلوا بين الولايات يعني رقابة يعني مشددة. شوف التقييم تاع المؤسسات يجي من الممارسة. الجزائري اليوم هو معيار تاعه تاع الحكم القيمي هو ما يعيشه، وبالتالي اليوم الجزائري يبدا يتعامل معه مثلا شكارة حليب يتعامل بانه ماهيش موجوده، خلاص المشكله هذه بالنسبه لي مفصول فيها انه وزاره التجاره فاشله وموراها منظومه فاشله ما قدرتش توفر قال كيس حليب. زيد الحجر تكلموا بشكل كبير بشكل دائم الحجر الحجر، وبعد يشوف طريقه التنفيذ وتطبيق الحجر عجز عن فرض اجراءات تطبيق الحجر، وبالتالي وش يولي ما يامنش في المؤسسه وما يقولش بالمؤسسه تقدر تحميني، وبعد وش هذا ينعكس على الخطاب الرسمي. بعد نعاودوا نجوا الازمه وهذا ما راينا مثلا لو ناخذ مثال على ما ذكرت وزير التجاره كان على قدم وساق لحل ازمه الحليب مثلا، ولكن الان يعني أزمة الحليب ترسخت أصبحت قائمة وربما أكثر من السابق. شوف مناطق كثيرة في السابق كان مثلا كيس الحليب متوفر ويباع ب 35 دينار، اليوم كي منع البيع الكيس الحليب ب 35 دينار يعني غاب كليا حتى يعني الحلول الترقيعية اللي كانت موجودة. ونجد وزير التجارة ليعود من جديد ويقول لابد من العودة إلى نفس دوك. شوف احنا كنا في أزمة وبالتالي باش نقدروا نقنعوا الجزائري باللي انتقل لمستوى اخر وبالتالي يخرج من الفرديه والفردانيه ويولي سلوكه اكثر انتماء ومجتمعيا وحضور، لازم النافع على مستوى الممارسات تغير الاليه يتغير الواقع تاعه ويشعر بتغير الواقع عن طريق الممارسه. جائحه كورونا كسرت هذاك ربما واش دارت قلصت من المساحة الزمنية اللي كانت معطات للنخب السياسية جديدة. جانا نظام حكم جديد هكذا عن طريق انتخابات مأزومة إلى آخره، كان عنده زمن لإثبات الجدارة تاعه. جات الجائحة فرضت ريتم ما ولاش عنده زمن كافي تخش مدرب تاع كرة قدم وتجي تقول له انت يا عندك 6 مقابلات عندك تجي الجائحة تقول لك 3 مقابلات تحققوا نتيجة في 3 مقابلات وبان العجز اليوم بال العز المؤسساتي وبالتالي يدخل الشك، وكي يدخل الشك وش نقوله؟ نقوله الجزائري ينسحب لوين؟ الحلول الفردية. وبعد الحلول الفردية وش تكون؟ تكون خارج مصلحة الجماعة بتراه يولي يحوس مثلا تعطيل ويحقق المصلحة تاعو الشخصية، يخرج من مصلحة الجماعة وبعد يولي هو باش يحقق المصلحة تاعو الشخصية يقدر يعطل مصلحة الجماعة. وهذا اللي صار لنا وهذا اللي كان صايرنا من قبل. كان الجزائري عايش فردانيا، اليوم بدات الممارسات بدات تولي لانه حتى الجزائريين دوك نقسموهم ماشي ما عندناش نفس لو موديل نفس النوع صح، وعندنا دوائر عندنا الجزائريين امتثلوا الحجر الصحي منذ الاولى وكانوا ملتزمين ويتبعوا حتى القنوات الاجنبيه والى اخره ومازالهم. وعندك فئه كانت مترده شغل منطقه رماديه تلتزم ايضا، وهناك من يكفر بهذا لا نحكوا المنطقه الرماديه المنطقه الرماديه تامن بصح التعامل تاعها مع الحجر شغل نسبي، احيانا ضيق احيانا تطلق احيانا تحتاج الى مرافق تحتاج الى ضغط مرافق. وعندنا فئه خلي ما التزمتش اطلاقا بالحجر الصحي لاسباب متعدده، يا اما الفكره انها ما امنتش ويا اما الفكره انها ما تقدرش ما عندهاش القوه النفسيه باش تلتزم بالحجر، او ربما لعقائد اخرى
مثل ممكن ممكن اسبابها يعني الاعتماد على القضاء والقدر يقول لك لا بصح نظن الغالبيه الغالبيه تؤمن ما فيهاش نقاش تؤمن بالوباء ومشنو الفئه هذه الثالثه لازم المفروض كان يكون عندها ضغط مؤسساتي عليها ضغط قمعي عليها كان لازم رادع عليها كي ما كانش قمع وما كانش رادع وما كانش تتوسع دائره تكون دائرة المنطقة الرمادية اللي كانوا متردين لأنه هيا ناخذوا نموذج نتاع مواطن مواطن يسكن في بليده قالوا له بلي بليده ما تقدرش تروح للعاصمة هكذا هكذا قانونيا ما تقدرش تروح مواطن ما يامنش بمؤسسة الدولة ما يامنهاش يسيي يرفض السيارة تاعه ويروح غادي يلقاها مفتوحة المواطن اللي يلقاها مفتوحة يروح يقضي المصالح تاعه يقعد يخدم في المصالح إلا عنده حانوت راه يخدم فيه إلا عنده البيلون كي نديروا البيلون من بعد بعد شهر شهرين ثلاثة نلقاو المواطن اللي التزم اللي آمن السلطات والتزم ضيع مصالح كثيرة وتعذب ومارس والمواطن اللي ما آمنش بالسلطات ويروح خاسر في خاسر يقول لي رمز النجاح شكون اللي يشكك في المؤسسات الدولة اللي ما التزمش بالمنظومة القانونية ما انت عاودنا نتجنا نفس التجربة السابقة لاحظنا أستاذ أن انتشار الفيروس كان في المدن أكثر من كان في الأرياف صحيح وكان هناك من يفسر ذلك بأن المدن تاعنا لم تتشكل لم تشكل انسجام اجتماعي كافي ب يعني اتخاذ يعني تدابير جماعية أو وقاية جماعية أو تضامن جماعي لمواجهة الفيروس لأنها ربما من خلال ما شفنا مثلا مع عملية الترحيل التي عرفتها الجزائر في العاصمة مثلا في السنوات الأخيرة في أحياء جديدة لم تتشكل بعد يعني بشكل يعني يضاهي الأحياء الشعبية السابقة مثلا كما باب الواد وكما الجزائر الوسطى أو غير ذلك ولهذا ربما هذا أيضا هذا المناخ ساعد على انتشار الفيروس وعدم وجود انسجام اجتماعي في المدن هو شوف هو الأصل وشن هو الأصل أنه أي مجتمع عنده مؤسسات هذه المؤسسات هي اللي تقوم بعملية تعطير هذا التفاعل تبدأ بمؤسسات التنشئة الاجتماعي عندك مثلا أسرة والله عندك المدرسة والله عندك المسجد والله عندك هالمؤسسات كلها وش دير هي الفاعل الرئيسي اللي يفرض ذاك الاحتكاك كي تفقد القوة تاعها وتفقد الشخصية تاعها لحوام الكثيرة والغالبية تاعها أنها ما خلوهاش تأدي الأدوار تاعها على جال أنه النظام السياسي كسياسة الأدوار تاعها سيس دور الإمام سيس دور المدرسة سيس دور وبعد فقدت القدرة تاعها على التأثير في المجتمع القدرة تاعها على قيادة المجتمع من بعد كيجي المواطن يرحل رحل من مكان لمكان يلقى حالة فراغ ما يلقاش المكان مؤطر ما يلقاش مراقب والمراقبة ماشي دائما المراقبة هي الخشينة يمكن ممكن مراقبة ناعمة أنه المؤسسات تقدر تعطر وش يمنع أنه المسجد يكون عنده تأثير في الحي تاعه وش يمنع المدرسة يكون عندها تأثير في الحي تاعها هذه مؤسسات لتضار بهم الدول يعني المدرسة كي تشوف أنت في الغربولة تدخل البيوت لا لا البيوت الأولياء وهي اللي تدفع التحقيقات وكل حاجة وتحمي حتى الأبناء من الأولياء تاعهم عندها دور اجتماعي احنا الدور الاجتماعي غائب الإمام ضعيف يعني الأستاذ ولا ضعيف تقلص بزاف الأدوار تاعه يعني كل فئات هذه تقلص الأدوار تاعها طبيعة الحال ما تولي مسألة شخصية بالنسبة للفرد يولي حساب انت نفسية الفرد اسكو يخالط ما يخالط اسكو يحب يبني علاقات ما يبنيش صح الأمور ما تمشيش هكذا المفروض يكون مؤطر صافي ضعف التأطيري تاع المؤسساتي كما ذكرت الفردي مكمل السجل العمراني الجديد لا الفردي الفرد الدور تاعه مكمل الفرد الدور تاعه مكمل المؤسسات هي تحكم المحيط هي تراقب المحيط هي اللي تفرض هذاك النسق وتفرض السير تاعه كي ما يكونش عندك مراقبه في الاحياء وغيره منها طبيعه الحال بعد حتى من الفرد يتحمل المسؤوليه ويولي هو لانه هاو الفرد يا سيدي هاو دخل نفسه دخل روحه في مشاكل صارت في الحي ومن بعد غدوه القانون واش يقولوا في حالة صداع وصدام ومنها القانون اللي يحمي المغفلين يقولوا انت تروح تشكي تروح تشكي ودير عريضة ولا تشكي وخلاص يعني مش معقول يعني طبيعة طريقة التنظيم تاع المجتمع تخلي الجزائري يولي مش مليح يخلي يتصرف تصرفات سيئة لأنه يخدم خدمة مش خدمته
انا رحت دوك نخلص في البوستة مثلا انا رحت البوستة كاين مشكلة تاع سيولة وش يمنع مركز البريد وش يمنعه انه يدير ارقام يدير ديجيتون يدير ليست وش يمنعه علاش يفرض عليا انا كمواطن نروح ندير انشان مع الاول طابور بالتباعد وبعد يجوا بعض المواطنين السيئين بعضه وبعد يقفزوا ويدخلوا ما يحترموش الادوار تاعهم ويفرضوا علينا الفوضى ونولي انا مطالب باش ندافع على حقي اني نلصق في قدامي ونقعدوا نلصقوا ونقعدوا ندوذوا علاش تحطونا في وضعيات كيما هذه علاش تخرج مني سلوك سيء في حين انك قادر انت بامور بسيطه اجراءات بسيطه جدا وبعد تحاسبني على انه لازم انا مواطن نضب روحي طريقه انت عندك سلطه انا ما عنديش انا ما نقدرش نتكلم عليه قدامي والله اللي مورايا ما نقدرش نتكلم معاه مثلا لست مكلفا بتنظيم الزبائن انا مكلف بتنظيم العمال تاعي لا لا لاك مكلف لانه انت تقدم في خدمه انت انت تقدم في خدمه الخدمه انت لو كان كنت تقدم الخدمه بشكل جيد ما نوصلوش للوضعيه هذه هذا هو المشكل اللي صار لنا احنا مشكله انه استعمال سيء للسلطه واحيانا عدم استعمال السلطه عدم توظيف السلطه لانه خلينا نعكسوا نعكسوا المعادله ها يا سيدي واش نقولوا كي حنكريو حاله الفوضى هذه يولي اللي يخدم داخل مركز البريدي واللي مهم يولي التليفون تاعو ما يحبش يقولوا الناس يحوسوا عليه لا شيء في الليل باش يجبد لهم لابي ويدير لهم ويدير واش معناتها او دا مركز قوه او دا سلطه مش داها النفوذ داها الفوضى ولي يسرب الحليب هذاك يولي عنده نفوذ ولي يزيد يبيع الحليب ويبيعوا للناس اللي يعرفهم يولي عنده نفوذ واش وزعنا وزعنا السلطه نقلنا السلطه من عند مؤسسات الدوله وفرقناها على الناس بطريقه فوضويه بعدش كرينا درنا الفساد هذا والفساد بعدوش يولينا من غدوه كي تجي انت دوك حنا راه معرضين نوع واحد اخر تاع الفساد دوك كاين محاكمات والناس يدخل الحبس مليح على جال سرقات بصح والفساد الاخر اللي يولي بالتبادل تبادل الخدمات انت راسابل ما عندوش دراهم يمشوش ولا معياريه الاخلاق ايه يولي معناتها تبادل خدمات قال انا ما نخلصش منيح انا واش ندير انا عندي اني نخدم في المؤسسه انا نعطيك امتياز المؤسسه وانت تعطيني الامتياز المؤسسه نولوا نتبادلوا المنافع نتبادلوا الخدمات بالتالي حنا دفعنا المواطن بسوء الاداره تاعنا اللي ولي يتصرف بالطريقه هذه بعد يولي يقول تحت عنوان كبير حقي تاع البترول والحقره ومنا انا ندير رايي بعد واش نقولوا نديروا جلد الذات ونقولوا شو تاك المواطن ومواطن فاسد منا ما عندوش سلطه التغيير ما عندوش ما المساهمه تاعو محدوده ماشي هذه اللي حدير الفارق الفارق يندار بالسلطه دائما نقولوا شكون يملك السلطه اللي يملك السلطه هو اللي يقدر يدير الحق الاعلامي بشكل جيد الحق النقابي بشكل معقول جيد الحق السياسي من بعد نخرجوا من الفوضى بصح كي نكونوا في الفوضى الاخطاء تتراكم ومن بعد يولي المواطن تاعنا منتوج اخطاء لانه ما عندوش معالم ما يعرفش كيف يتصرف ما يعرفش الطريقه المناسبه ما عندوش نخرجوا نخلقوا المواطن السيء الحديث عن الطريقه المناسبه هناك جدل بين مقاربتين مقاربه توعويه بيداغوجيه تقوم بها مؤسسات مثل المسجد مثل دور التربيه مثل الاعلام وغير ذلك ومقاربه امنيه ردعيه تماما مثل ما يحدث في كثير من البلدان حتى المتقدمه منها صحيح لا هو المشكل كيف يمكن ان هل لابد من ترجح يعني لابد من ترجيح عفوا المقاربه على مقاربه ام كيف التوفيق بين المقاربه سهل عندنا نموذجين عندنا اوروبا دول متطوره بريطانيا فرنسا الى اخره وعندنا الصين زوج ناجحين نموذجين ناجحين النموذج الصيني قائم على الردع الردع ما كانش حريات مي بصح واش كاين منجز اقتصادي منجز تحسين حياه الناس تحسين دائما كاين تحقيق نتائج اقتصاديه وبالتالي كاين اشباع اقتصادي وما كاينش اشباع سياسي تاع حريتنا بصح الصيني يقدر يقبل المعادله هذه لانه والا واش عندك عندك النموذج الاخر النموذج الغربي بصح كي تجي دير المقارنه لو كان تحكم اي واحد تقول له تعيش في الصين ولا تعيش في انجلترا تعيش في الصين هذا نموذج جذاب علاش الاخر نموذج جذاب لانه النموذج هو فيه تشاركيه انك انت تشارك انت تقرر هذا هو النموذج الجذاب دوك مثلا كانت قادر السلطه في الجزائر لو كان جات قادره وانا ما انا على بالي بلي ماشي قادره دير النموذج الصيني دير الردع داكم تاع الانجاز الاقتصادي تحقنا نقله اقتصاديه نقله نوعيه اقتصاديه تخلق لنا ثروه تخلق لنا ثروه تجيب لنا حلول كي تخلق لنا حلول ونقولوا لا يا سلطه اسحقوا حريه تقول لك انا الحريه منمج
ما تكونش حريات. صح انا شنو تعيشوا بكرامه، هنوفر لكم مداخل دخل عام يولي تاع المواطن جيد والدراسه تاعو جيده منا ايه والدراسه تاعو يولي تقول لي اياه. معليش يا سيدي ما نسحق السياسه لا نسحقش، انا عايش ظروف جيده معقول يا سيدي، فئه من المجتمع تولي ما تسحق السياسه. قلت لك ما نسحقش السياسه انا. انت عندك النموذجين، دير هذا ولا دير هذا. دونك انت ماكش قادر الموجز الاقتصادي وقت تقول ازمه وين تقشفوا ولازم نزيروا ولازم ولازم نضحي ونضحي. ضحى بصح علاش نضحوا بالسياسي هنضحوا بالاقتصادي؟ معليش يا سيدي بصح علاش نضحوا بالسياسي؟ لانه السياسي هو اللي يعطيك فرصه باش غدوه الردع ما تحسلوش. لانه الردع كيجي من قوه ما عندهاش شرعيه صحيحه وكامله ومقنعه للجزائريين وتشكل حجه على الجزائر، واش يولي؟ يولي ظلم. يولي يحسوا ظلم. بصح كي يجي الردع نفس المواطن الجزائري يروح للعين بريطانيا ويمارسوا عليها الردع ما يزعفش ما يقولكش حقره، على خاطرش على باله مؤسسه منتخبه وتخدم المواطن تاعها وكاين عداله وكاين مرجعيه. معناتها تخيل كش قرر تما، حبيت تخرج على المنظومه تحمل المسؤوليه تاعك، حبيت تعيش داخل المنظومه تلتزم بها طبيعي عندك المسارات واضحه. انت استاذ مثل بقيه المواطنين تستعد للعيد ربما شريت الكبش وغير ذلك، يعني راك دخلت في النمط التقليدي ولم تراعي تماما ان هناك كورونا وعلاقته بهذا العيد. يعني المساله ليست مساله شخصيه وانما للحديث، يعني مقدمه فقط للحديث عن العيد هذا. يعني العيد بالرغم من ان هناك يعني اختلاف بين الهيئة الصحية ووزارة الشؤون الدينية حول جواز يعني ذبح الأضحية العيد وبيع الكباش وما غير وما إلى ذلك من ما يترتب عنهم من مشكلات ربما من إمكانية تفاقم الأزمة الصحية، ولكن مع ذلك المواطنين يعني لم يأخذوا هذا أخذوا بالفتوى ولم يأخذوا بتحذيرات هيئة الصحة. هو شوف هو كان ممكن حل وسط كان ممكن. شوف لا 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 الجالية تاعنا راهم في الاطرونجي يشيلوا كباش ما يشوفوهمش ويندبحوا وما يشوفوهمش، واش الهدف تاعهم؟ شاعرة. شاعرة مهم جدا الشاعرة تحافظ عليها. مشكلتنا انه جزء كبير من الناس اللي يقراوا بما فيها اللي ما يتساهم منا كاين اللي ما عندوش هذا بعد ديني ولا ما بعيد ايضا المجتمع ايضا ليس له هذه الفكره انه يحترم الدين. ها شوف مثلا وانما بالنسبه له ان ياتي بالكبش ويفرح به والاطفال ويروح للسوق معليش اسكو كاين حل ويجتمع مع الناس معليش. وغير ذلك ماشي مشكل يعني اسكو كاين حل نوع من الطقوس المجتمعيه اسكو كاين. شوف دوك باش ما نكذبوش على الناس شوف لا في الماريكان راهم مضيقين عليهم بالحجر، لا في بريطانيا مضيقين عليهم بالحجر. في بريطانيا الناس يتركب في ليبوس وما ديرش من بارك ما مات وشوفر عيام يهدر معاهم هدر وبعد خلاص ولات مسألة شخصية. أنا شفنا لي بلاج معمرين فرنسا شفنا يعني كل دول العالم مفتوح المسجد غير أنا في الجزائر. يعني ما نكذبوش على روحنا. الناس في الغرب لحقوا لواحد المرحلة أنهم يتعاملوا مع الوباء على أساس أنك ما تقدرش توقفه أنك أنت واش دير تتعايش معه وتأخذ احتياطات. لو كان خاطبنا الجزائريين بالطريقة هذه وبكل موضوعية وبعد نقلوا الجزائري من فكرة الحجر العقابي إلى التعايش مع الوباء لأنه أنت يعني. اليوم جزء كبير من الجزائريين لما يشوفوا الحجر المطبق بالصيغة تاعو الحالية عقوبة هي معاقبة للشعب. لأن يقول لك أنا وش الفرق بيني وبين المجتمعات اللي راهو الوباء أكثر منا وأعداد كبيرة والمساجد مفتوحة وقاعات والمطاعم مفتوحة وكل شيء مفتوح وفقاني ضوابط علاش لا فهمتي شنو يولي معناتها انا كاين عقوبه. كل الدول تقريبا تجاوزت المرحله هذه. احنا ما زلنا في هذاك نوع من الحجر العبثي خشيه من ان لو يعني الدول هذه متخافش يعني على المواطنين تاعها يعني الدول يعني فرنسا متخا تسمى بقى لها غير المساجد اللي شغل يخاف منهم منها كانت قادره ما تنتبهش كاع الجانب هذا فرنسا والله غيرها ولا بريطانيا ولا غيرها. يعني دول بزاف يتعامل بموضوعيه لانه انت فكر من بعد واش من احتقال يكون عندك انت فكرت في الموضوع واش النتائج العكسيه. قول لي شحال عدد الوفيات دركا الغير مباشره لكورونا
شحال العدد تاعهم الناس ما تلقاو ندير اوبيراسيون لا على القلب لا حتى حاجه الناس يتموت بصح لا ما يتحسبش هذاك ما يهمناش اخاطش هذاك ماشي كورونا انت لازم تفكر في النتائج غدوه كي الناس تولي تخرج على الحجر زكاره فيك تولي سلوك عدواني سلوك انتقامي سلوك تدمر واش ربحت كي قلبت فئه من الجزائريين ولا ما ياخذوش كاع الراي ولو ما يتعاملوش كاع مع الاجراءات تاعه لا لا هذه الامور كان المفروض تكون مدروسه الحجر المطبق في الجزائر ماهوش مدروس يعني بشكل عقلاني واش يخرجنا ينقلنا الاعتراض من السياسي حتى لهذا الوباء داخل الوباء يولي عندك نوع من المقاومه ويجوا ناس يقولوا كلام مجتمعيه ويقولوا ناس ما يمنوش به الكلام الكلام اللي يقولوه الناس يقول لك ما كاش كورونا يا ما بلي كاين كورونا بصح هو يعبر على حاجه اخرى او يعبر على التدمر تاعو من طبيعه الوضعيه وطبيعه التسيير ميم سالو كان تقعد معاه وتبدا تفكر وتقعد تشوف واش هو يخمم تلقى باللي الاسباب اخرى ماشي لو يعبر عليها ف يعني مجال التوعيه مفتوح اكيد ومشوار المفروض انه يكون درس هذا درس باش نستفادوا منه ولا بد من الاستفاده من الدروس وايضا تكثيف التوعيه وليس الا ذلك لان كل الاجراءات التي القمعية والرقعية وأيضا كل التدابير يعني الإكراهية القسرية التي يمكن أن تتخذ قد لا تؤتي أكلها إذا لم تصاحبها عملية توعية. نشكر لك أستاذ نور الدين على كل هذه المعطيات المهمة جدا وهي كثيرة وربما الوقت لم يكفينا بالقدر الكافي للذهاب بعيدا في توضيح بعض الأشياء ولكن حسبنا أننا استطعنا أن نقدم بعض المؤشرات إلى أن نلقاكم مجددا المشاهدين الكرام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.